يريد أن يخرج ب1-0 قبل نهاية هذا الشوط. عالية أمامية، صعوبة ما بين لاعبين، وإلى ركلة جزاء يبدو لي. أعطيني الحكم يرحم والديك. ركلة جزاء، إذن ركلة جزاء وبطاقة صفراء. ركلة جزاء، ركلة جزاء وإنذار على التنفيذ. 1-0 ولا لا؟ جول، جول واحد لمصر. لا شيء المنتخب العراقي، ويعيدها حكم اللقاء لأنه في لاعبين دخلوا داخل منطقة الجزاء. رمزاني، رمزاني، في لاعبين دخلوا داخل منطقة الجزاء. شوف شوف، نعم نعم، في لاعبين دخلوا قبل التنفيذ. لاعب المنتخب المصري ولاعبين من المنتخب العراقي، يبدو لي سلام وسمال. على العموم نتابع للمرة الثانية. صالح شكله بيغير الزاوية، شكله بيغير الزاوية. شوف صالح جمعة، جول، غير الزاوية وقراها نور صبري، ولكن هدف أول لم يمنع نور، وتقدم بهدف دون رد. لشهاب الدين احمد، هنا كرة وصلت من جديد لعلي لطفي، من جديد خاطئة من لطفي، تعود عراقية. جول 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 جول. مصطفى كريم، مصطفى كريم يأتي بالتعديل بعد دقيقة رقم 49. هدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة منتخب العراق، هدف التعادل لمصلحة المنتخب العراقي. شوف شوف التدخل، وشوف الوصول، وشوف المرور، وشوف التسديدة في مرمى المنتخب المصري. 1-1. شوف اللعبة خاطئة هنا من الأول، اقتنسها مصطفى كريم وعدى وعلى يمين حارس المرمى وضع له هدف التعادل لمصلحة المنتخب العراقي. 1-1 هدفين. 1-1 إذن فيها. صالح جمعة عادت من جديد للمنتخب العراقي. طويلة الآن، سريعة، يا سلام، حلوة هذه، خطورة هذه، بعرضية، من يقابل؟ جول، جول، علاء الزهرة، علاء الزهرة يقلب الطاولة على مرمى وعلى المنتخب المصري. علاء يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة رقم 74. 2 المنتخب العراقي، 1 المنتخب المصري. شوف العرضية، شوف الكرة الثانية، من يقابل؟ لاعبين. لاعبين من لاعب المنتخب العراقي، وعلاء يلعب له كرة بشكل سليم. شوف الانطلاقة هنا حسام، شوف عرضية حسام، وشوف علاء الزهرة عطالة واحدة بالأرض لخبطت حارس المرمى، لخبطت حارس المرمى الكرة الماضية، وفي المرمى 2 العراق، 1 المنتخب. هي الكرة الأخيرة في هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا في لقاء مصر والعراق، في كرة مرت ومعها صافرة حكم اللقاء السيد عبد الله البلوشي، ينهي بصافرته أحداث لقاء العراق مع أشقائهم المنتخب المصري. ما بالك يا زيكو، أتريد أن تأكل كل اللاعبين والحكام لم يعجبونك، ولا بيعجبك التنظيم، ولا بيعجبك ماذا؟ إذا سيدتي وسادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كنا معكم من خلال هذه التغطية في لقاء يجمع العراق بمصر.